سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم في أضواء على الأحداث في هذا اليوم. أبدأها من تركيا، حيث اختتمت القمة الإسلامية 13 أو اختتمت القمة الإسلامية أعمالها الجمعة بعد يومين من جلسات عمل شارك فيها ممثلون عن أكثر من 50 دولة إسلامية، بينهم أكثر من 20 زعيما، بإقرار إعلان اسطنبول. ورغم أن الخلاف السعودي الإيراني كان متصدرا للمشهد، إلا أن البيان الختامي نص على ضرورة بناء علاقات على أساس حسن الجوار. وأدان البيان التدخلات الإيرانية في شؤون الداخلية لدول المنطقة، وأقر خطة استراتيجية لعمل المنظمة خلال السنوات العشر القادمة، ودعا البيان إلى نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية وحذر من آثارها، وأكد أن العلاقة مع إيران يجب أن تقوم على حسن الجوار. وعبر البيان عن رفض أعمال حزب الله اللبناني الإرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن. وشهدت الجلسة الختامية خلافات أدت إلى تأجيل إقرار البيان الختامي، مما دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الانسحاب من الجلسة الختامية احتجاجا على بعض البنود الواردة في البيان. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قمة اسطنبول ناقشت ثلاث قضايا رئيسية، هي الطائفية والتمييز العنصري والإرهاب، ورأى أن تلك القضايا تضر مصالح العالم الإسلامي. وتساءل أردوغان عن سبب وجود المنظمات الإرهابية في البلدان الإسلامية، ودعا لمعرفة من يقف وراءها، وأكد أن التحالف الإسلامي الذي أعلنت السعودية في وقت سابق تشكيله لابد أن يتحول لمنظمة فعالة لمحاربة الإرهاب. مشاهدينا، وللمزيد ينضم إلي من اسطنبول السيد مصطفى أوزجان، الكاتب والباحث في الشأن التركي. ورحب بك سيد مصطفى أوزجان. إذن كيف يمكن أن نفهم ما ذهب إليه بيان المؤتمر الإسلامي من إدانة إلى لطهران وحزب الله؟ أين يمكن وضعه؟ يمكن إيجاز طبعا النتائج القمة 13 ربما بجملة. هذه الجملة انتصرت طبعا، انتصر موقف السعودي إذا موقف الإيراني. إذا هناك نكسة بالنسبة لموقف الإيراني، وبالمقابل هناك انتصار لموقف السعودي حول ما يجري في الشرق الأوسط، خاصة طبعا في سوريا، ومن اليمن إلى سوريا واليمن. يعني نستنتج طبعا أن هناك حقيقة انتصار معنوي بالنسبة للمملكة العربية السعودية ومن يأخذ حظها في هذه القمة. وطبعا قبل القمة وبعد القمة من يحصل حظ المملكة هم الذين حازوا طبعا بالانتصار. نعم، من يحذو حذو المملكة العربية السعودية. إذن هذا الموقف من إيران وحزب الله، هل يمكن أن نتوقع أن يتبلور في سياسات بل ربما محور ضد إيران؟ طبعا هناك تحالف سعودي انضمت إليها أكثر من 35 دولة. طبعا هذا تأييد ضمني لموقف المملكة العربية السعودية إذا طبعا المحور الإيراني، لأن هناك تمدد للمحور الإيراني إلى المنطقة. طبعا إذا أيضا تنظيم داعش لا نرى فقط ليس فقط هذا الموقف ضد إيران، ولكن يعتبر أيضا هذا موقف ضد تنظيم الدولة، لأن إرهاب أو يعني كيف نقول بين الزوجتين إرهاب الإسلامي كان مطروحا في الساعة، وأشار إليه ألمح إليه رئيس الجمهورية لابد من مكافحة الإرهاب حتى قبل الغربيين، على أساس أن الغربيين يستغلون هذه المشكلة أو هذا التعبير أو الإرهاب للتدخل للشؤون الإسلامية. إذا لابد من حسم هذه القضية من قبل الأمة الإسلامية، طبعا تمثل الأمة الإسلامية كمنبر منظمة التعاون الإسلامي، من قبل أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لابد من مكافحة الإرهاب. هذا طبعا إجماع للجميع، يعني للجميع الحاضرين، ليس هناك من يمثل طبعا تنظيم الدولة أو من يمثله من الدول. إذن يعني الموقف كان واضحا وخاصما بالنسبة للإرهاب، فكذا تطرق إليه طبعا تطرقت إليه القمة 13 طبعا تمددات وتصرفات حزب الله، ووصف أيضا أن أعمال حزب الله
إرهابية كذلك. نعم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه الاختتامي تساءل عن سبب وجود المنظمات الإرهابية في البلدان الإسلامية، ودعا لمعرفة من يقف وراءها. من هل يعني في تصور الرئيس التركي من يقف وراء هذه المنظمات الإرهابية؟ نعم، هناك تصور واضح بالنسبة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، هو يعني له مقولة العقل المدبر. العقل المدبر هو يعني يلمح إلى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للتنظيمات تعتبر إسلامية إرهابية، هذا طبعا بدعم غير مباشر من الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هناك ممارسات الإرهاب أصلا، عمليات الإرهابية أيضا بقيادة روسيا، والدوائر الغربية تعرف كثيرا أن أقيم اسم بوتين، إنما كانت هناك حوادث تفشير في موسكو 1998 وما بعده. إذا يعني العقل المدبر في القفقاس هو روسيا، بالنسبة للعالم قاطبة هو الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، طيب، الرئيس الإيراني اضطر للتغيب أو غاب عن الجلسة الختامية بسبب ما تضمنته من إدانة لطهران وحزب الله، هل نتوقع تصعيدا إيرانيا تجاه منظمة أو مؤتمر التعاون الإسلامي؟ يعني هناك اصطدام طبعا بين الطرفين، خاصة المملكة العربية السعودية وإيران، هذا يدل على ان هناك استمرار حقيقه في هذا التوجه بين كتلتين او بين دولتين. طبعا هم يمثلون تكتلان مختلفان، يعني تركيا كانت تتمسك بنصف العصا، ولكن يعني هناك كان التعرض بالنسبه لتركيا في الاونه الاخيره، تركيا اصمت الى حد ما امرها وتؤيد طبعا تقف في تأييد الموقف السعودي تجاه إيران، لأن إيران له اعتداءات غير يعني لا يمكن نفيها عنها، يعني مثبتة. إذا تركيا يعني لا تريد أن تكون هناك شجار بين الأمة الإسلامية، حتى وصف رئيس الجمهورية لا تنزلق الأمة الإسلامية الصراعات الداخلية من الشعوبية والطائفية، ولكن مع الأسف الشديد هناك فرض الطائفية وقيادة إيران في المنطقة، وهذا لا يمكن إنكارها بشكل من الأشكال. هل تعتقد بأن إيران خرجت منبوذة من هذا المؤتمر؟ طبعا أعتقد ذلك، أن إيران طبعا حجمت نفسها في القمة 13، أصبحت منبوذا من الأكثرية، يعني لا نستطيع أن نقول من الكل ولكن من الأكثرية، هذا واضح جدا. لذلك لا بد أن تعيد نظر في تصرفاتها تجاه المنطقة تجاه الأمة الإسلامية، فإلا يعني تكون مموزا من العالم الإسلامي، وهي إيران تريد أن تتمدد إلى العالم الإسلامي، ولكن تمددها إذا يكون بعسكرة هذا غير مقبول. لا بد أن يكون هناك في إطار مصالح المشتركة، إذا كانت هناك مصالح مشتركة معتقدات مشتركة، في هذه الحالة إيران مرحب كعضو في الأمة الإسلامية أو في منظمة التعاون الإسلامي. نعم، طيب، في البيان الختامي دعا المؤتمر أو دعم الانتقال السياسي في سوريا بناء على أو وفق بيان جنيف واحد والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة. هل يعتبر هذا الموقف بمثابة تراجع أو تخل من قبل أصدقاء الشعب السوري وعلى رأسهم طبعا تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، تراجع عن المواقف السابقة أو الاستراتيجية السابقة؟ سيد أوزجان، يبدو فقدنا سيد مصطفى أوزجان الكاتب والباحث في الشأن التركي، كان معي من اسطنبول. أشكرك على كل حال، شكرا جزيلا لك.